طيب خلينا نتكلم معاك بقى على ملف الكوره بقى نفسه. فضل. يعني رايك ايه في ملف اللعيبه اللي رحلت عن النادي الاهلي مع اختلاف اسبابها؟ يعني خلينا ناخدهم مثال مثال وتقول لي رايك. رمضان صبحي رمضان صبحي اكيد هو حر، بس اداني حاجه كشادي يعني، او واحد من اكتر الكباتن. انا بتكلم هنا بصفتين، بصفه كابتن تاريخي جوه النادي الاهلي، وكمان كدلوقتي من الجمهور. ورأيي ما بيروحش للجماهير شويه، علشان الجماهير في حاجات بتبقى قاسيه فيها جدا، فانا هحاول رأيي يبقى متوازن في النص. مش هقول خيانه، مش هقول لك مفيش حاجه اسمها ابن النادي ابن النادي. محدش يقنعني بالكلام ده خالص. ابن النادي هو زعل الجمهور من ايه؟ زعل الجمهور علشان انت ربيت كبرت بتصريحات رمضان الشخصيه بتاعته مش بتاعتنا، كان بيقول دايما يا النادي الاهلي يا مش هلعب يا بره. انت فضلت بعض الامور اللي تخصك وده حقك، ولكن احنا كمان حرين نحب اللي احنا عايزينه ونشجع اللي احنا عاوزينه. واللعيب اللي يحب النادي الاهلي نحبه، واللعيب اللي يعرف قيمه واسمه وفانيله او تيشيرت النادي الاهلي بنحطه على راسنا من فوق. ما عشتش انت تجربه مماثله، لانه الاهلي كان هو اكتر فريق عنده او اكتر نادي عنده الامكانيات الماديه وهو الجاذب، وما كانش في حد يقدر ينازعه في الوقت ده في مساله البيع والشراء. لو كان في وقتك وانت موجود في النادي الاهلي طلع كيان شبيه بكيان بيراميدز عنده القدره الشرائيه وعرض عليك رقم كبير، فكر كده كنت هتوافق ولا لا؟ من غير ما افكر اساسا. لو قالوا لي تعالى ارجع العب في النادي الاهلي نص ساعه نص ساعه، واقسم بالله اقول لك 10 سنين من غير ولا مليم، ده الاهلي. الاهلي قيمتك جوه المجتمع. انت فاهم بطوله اف ابراهيم من ضمن تصريحات رمضان الشخصيه قال لك انا راح بطموح جديد عشان البطولات. لا، اتكلم في امور واقعيه، قول الحقيقه عشان كلامك مش بيقول لك من القلب للقلب رسول. لما تقعد تضحك فبالتالي تعرض لهجوم اوريدي في وقت ظهوره، وطريقة اسلوبه والثقة في النفس اللي كان فيها هو في النادي الاهلي هي مختلفة تماما. لكن في الاول وفي الاخر انا محجورش على رأيه. ماشي. هو انت رحت اخترت، فانت حر في اختيارك. ولكن هي الامور واضحة انت رحت ليه. تطبق نفس الكلام. وما تجيش النادي الاهلي بيكبر ويكبر ويكبر، وحتى لو في فروق بسيطة انت تقدر تاخدها في الاعلانات، لان كنت هتبقى ميجا ستار الفرقة.